إذن مشاهدينا، لا ننسى أن نذكر لحضراتكم اليوم الثاني لفعاليات كوب 27 شهد إطلاق خطة عالمية لمساعدة الدول الأشد فقرا على مواجهة تغير المناخ، وهذا ما كان يتحدث فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الانطلاق والافتتاح بالأمس وفي كل اللقاءات وفي كل الفعاليات وكل البيانات التي تصدر. فكرة مساعدة الدول النامية، مساعدة الدول الأشد فقرا والأشد تأثرا أيضا بمسألة تداعيات المناخ وبتأثيراته، جدلية الدول المتقدمة وتأثيرها وطموحها على الدول الفقيرة وتأثير طبعا المناخ عليها بشكل كبير وواضح، وفكرة التمويل من العناوين الكبرى، العناوين البارزة في قمة المناخ كوب 27. ننتقل ونتحول إلى شرم الشيخ، معنا كريم ببرسموفة التلفزيون المصري. نتحول إليك كريم لنعلم منك التفاصيل أيضا حول اليوم. بالأمس كانت الجلسة الافتتاحية الإجرائية التي تسلمت فيها مصر رئاسة كوب 27، واليوم هو الافتتاح الرسمي والقمة الرئاسية بحضور العديد من قادة العرب وقادة العالم. هنا استقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري هنا في مدينة شرم الشيخ، ولكن أيضا بجانب القمة الرئاسية وقمة قادة العالم هناك أيضا بعض الورش الجانبية المتاحة هنا أيضا داخل قاعة رمسيس بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. ولكن نتحدث أكثر عن التغيرات المناخية والتحديات المناخية وكيف تتعامل معها الدول المتقدمة والدول النامية بشكل عام. الآن معي ضيفي مستر سام ويربرغ، وهو المتحدث الإقليمي الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. برحب بحضرتك مستر سام. مستر سام، يعني النهاردة الافتتاح الرسمي، ولكن هناك الكثير من الملفات التي ستتم مناقشتها وعلى رأسها دعم الدول المتقدمة للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية. كيف ترى الولايات المتحدة هذا الملف؟ إذن شكرا كريم على الاستضافة، وفعلا الولايات المتحدة أولا ترى أن هذا المؤتمر هنا في شرم الشيخ مصر ممكن أهم وأكبر فعلا، ولكن أهم مؤتمر بالنسبة لتغير المناخ في التاريخ، لأن حان الوقت الآن لنمر من هذه المرحلة حول الكلام والخطابات إلى مرحلة التنفيذ. وفعلا رأينا هنا في شرم الشيخ مصر حضور ممكن أكثر من 30-40 ألف شخص، كل الوسائل الإعلام من كل أنحاء العالم، المجتمع المدني، القطاع الخاصة، وكنا متركزين على هذه التحديات المشتركة. وفعلا هي تحديات مشتركة لأن التلوث لا تضر فقط على المصريين ولا الأمريكيين، والتلوث لا تعترف بأي حدود جيوغرافية أو جيوسياسية، ولذلك لازم كنا نلعب دور، وكنا لدينا إمكانية بالرغم من نحن من الدولة المتقدمة، لدينا الأموال أو لدينا أو ممكن الدولة ليس متقدمة أو دولة نامية، ولكن ممكن الدولة النامية لديها الأفكار ولديها الحلول الأخرى البديلة. ولازم ندرك أن الحلول ممكن ستأتي ليس فقط من الولايات المتحدة ومن كل دول العالم. مثلا إذا نأخذ في العين الاعتبار الاستثمارات المصرية الضخمة عبر سنوات في الطاقة البديلة، الطاقة الريح، الطاقة الشمسية، نحن نريد أن نحث الدول الأخرى لتحذو هذا مصر بالنسبة كيف مصر قامت بهذه الاستثمارات المهمة. وبالنسبة التمويل وكل المواضيع مرتبطة بالخسائر والأضرار، الولايات المتحدة ترحب هذه المناقشة. الولايات المتحدة على الصعيد الثنائي، الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة لأي دولة بالنسبة التغير المناخي وبالنسبة التكييف حول التغير المناخي. وفي هذا المؤتمر هذا الأسبوع نحن نرحب بالمناقشة، وأنا لا أريد أن أستبق أي قرار من الجانب الأمريكي، ولكن نحن نرى أن من اللازم أن نبحث عن الحلول، لأن ليس من الممكن أن نضع المسؤولية فقط على الدولة الفقيرة. نعم مستر سامو، ولكن المسؤولية بالطبع هو تكاتف دولي ولا يوجد مسؤولية على دولة عن دولة أخرى، ولكن الأهم من المناقشات هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، أن الدول الصناعية هي الأكثر تأثيرا بالسلب على المناخ، لذلك هناك ربما حمل أكبر على الدول الكبرى للتعامل مع هذه الأزمات. من وجهة نظرك
هل سيتم تطبيق الفعلي لهذا الدعم المادي الخاص بالأفكار المتعلقة بالتحديات المناخية؟ يتم التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟ هل ستكون هذه المرة القمة 27 هي المرة التي سيتم بالفعل تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع؟ نحن نتمنى أن سنرى فعلا التطبيق الفعلي. نحن نتمنى أن سنرى المشاريع ومبادرات الجديدة. الولايات المتحدة مستعدة وبدون شك سنرى بعض الإعلانات ومبادرات من الجانب الأمريكي هذا الأسبوع بالنسبة للمبادرات ومشاريع جديدة، ومنها مثلا التحديات بالنسبة للشحن. نحن نعرف أن الشحن يساهم في تلوث كبيرة وفي كل إنهاء العالم، ولذلك لدينا مبادرة جديدة بتنسيق مع النرويج. لدينا مبادرات مهمة مع الإمارات العربية المتحدة بالنسبة كيف نحن نشتغل في القطاع الزراعة لنكون مستعدة لتغير المناخ، ولدينا مشاريع أخرى. شبكة سانتياغو مبادرة جديدة أتت من المناقشات بعد 26 بين كوب 26 في غلاسكو، هو كيف نحن سنقدم الأفكار والتكنولوجيا ونشارك هذه التكنولوجيا مع الدول الأخرى. إذن لدينا كل هذه المبادرات. شكرا جزيلا مستر سام وربك على هذه المعلومات الوافية. يعني وكما رأينا هي بالطبع رؤية وتكاتف دولي، سواء كانت الدول الكبرى أو حتى الدول النامية، في محاولة لتكون هذه النسخة هي النسخة التي سيتم فيها تطبيق هذه الأفكار بالفعل على أرض الواقع، وأيضا التنفيذ الفعلي فيما يتعلق بالتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية لدعم هذه الأفكار الصديقة للبيئة. إذن شكرا لكل مراسلينا ومفادينا، وشكرا لكل الضيوف، ويعني الملاحظة المهمة مشاهدينا الكرام، كل الضيوف الذين تحدثوا معنا طبعا عبر الشاشة يتحدثون عن المبادرات وأهمية المبادرات الخاصة بالمناخ وبقضايا المختلفة.